مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من ترانز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترانز اوف ذا ويك. اغتيال حسن نصر الله، مشاهد مرعبه من لبنان، لبيروت من قلبي سلام. السوبر الافريقي يتصدر الترند، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. اتصدر خبر اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام اللي فاتت، وده مش بس في الوطن العربي ولكن عالميا. والحقيقة إنه اسم حسن نصر الله اتصدر الترند من قبل الإعلان الرسمي عن اغتياله، وده بسبب إنه الإعلام الصهيوني أعلن إنه تم استهدافه في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في الوقت اللي خرج فيه مصادر مقربة منه قالت إنه عايش. وفضل الوضع كده لحد تاني يوم لما تم الإعلان رسميا عن وفاته. وكان من أكتر المشاهد اللي اتصدرت الترند ومرتبطة بالواقعة هي طبعا صورة الحفرة اللي حصلت في الأرض نتيجة القصف الصهيوني على المقر الآمن لحسن نصر الله. ولسه مكملين في لبنان، وده بعد ما تصدرت عدد من الفيديوهات المرعبة الترند واللي بتسجل لحظات القصف الصهيوني الوحشي على عدد من المناطق في الضاحية الجنوبية، وانتشر أكتر من فيديو بيصور حالة الفزع عند الناس، بالإضافة طبعا للانفجارات المرعبة وفيديوهات تانية بتوضح حجم الدمار والخراب اللي حصل في أكتر من منطقة في لبنان. ويمكن كان من أكتر الفيديوهات انتشارا هو الفيديو اللي بيوضح أحد المناطق في الضاحية الجنوبية ببيروت واللي تحولت تقريبا لمنطقة أشباح بعد ما نزح منها أهلها خوفا على حياتهم بعد تعرضها للهجمات الوحشية من الجيش الصهيوني. أما عن مستشفيات لبنان فتصدر أكتر من مشهد منها الترند برضو خلال الأيام اللي فاتت، وده بعد ما بدأ يتوافد عليها ضحايا القصف، وده اللي خلينا نشوف عدد من المشاهد المرعبة واللي رجعت للذاكرة المشاهد اللي كنا بنشوفها من فترة قريبة في قطاع غزة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بإرسال شاحنات عاجلة من المواد الإغاثية والأدوية واحتياجات المستشفيات فورا للبنان، وده طبعا لمساعدة المستشفيات اللبنانية على الاستمرار في علاج المصابين نتيجة القصف الوحشي. ولسه الموضوعات المرتبطة بلبنان متصدرة الترند، ولكن المرة دي كان الخبر خاص بأغنية من قلبي سلام لبيروت واللي غناها الفنان محمد الشرنوبي ونشرها على كل صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا، واللي قدرت في وقت قليل جدا انها تحقق ملايين المشاهدات وإعادة النشر طبعا، وبدأ يستخدمها أكتر من شخص على منصات التواصل الاجتماعي على صور وفيديوهات خاصة بالأحداث المرعبة اللي بتعيشها لبنان حاليا. وبعيدا عن الاحداث المؤسفه اللي بتعيشها لبنان حاليا، اتصدر مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك الترند، وده بعد ما قدر نادي الزمالك انه يحقق الفوز بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل بنتيجه 1-1، واتصدرت مشاهد فرحه جمهور الزمالك ترند السوشيال ميديا في نفس الوقت اللي تسببت هزيمه الاهلي في المباراه في حاله غضب شديده جدا عند الجماهير على السوشيال ميديا، واللي طالبوا بمحاسبه اللاعبين المقصرين في المباراه، وخصوصا ان الاهلي بيستعد حاليا لمباراته مع نادي العين الإماراتي في بطولة الانتركونتيننتال واللي بينظمها الفيفا لأول مرة بمشاركة أبطال قارات العالم. وبكده نكون خلصنا فقرة ترانز أوف ذا ويك. ودلوقتي جه معانا مع فقرة سكوب. يمكن من أصعب الأوقات في السنة اللي بتمر على أي أم هي طبعا فترة الدراسة، وده لأنه الضغوط بتزيد جدا عليها خصوصا بسبب الأطفال والمذاكرة، وفي الوقت ده دايما بنلاقي الأم مطلوب منها أنها تساعد أولادها على المذاكرة وتحببهم فيها وتفهمهم، مش بس كده ده كمان مطلوب منها أنها تتمالك أعصابها وما تتعصبش عليهم وما تنفعلش لو حد منهم كان يعني لعبي شوية مثلا أو مش مركز في دراسته. وطبعا كل ده بيكون بالإضافة للحاجات التانية اللي بتقوم بيها الأم زي شغلها لو بتشتغل أو الاهتمام بالتمارين أو لو بتاخد كورسز وغيرها من الأمور التانية الخاصة بأطفالها.
وده اللي بيخلي كتير من الامهات يجوا عليهم لحظات بيحسوا ان هم خلاص هينهاروا من كتر الضغوط. وده موضوعنا النهارده، هو ازاي اي ام تقدر انها تتعامل مع الكم الكبير اللي بتتعرض ليه في وقت الدراسه من ضغوطات. وعشان كده هيكون معانا دلوقتي مداخله من دكتور سامح نصر الدين، استشاري العلاقات الاسريه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، ومنوره الدنيا طبعا، والبرنامج الجميل دايما اللي بتشرف بوجودي معاكم. ميرسي لذوقك حضرتك، نورتنا النهارده. ربنا يخليك يا فندم. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك ازاي اي ام تقدر تحافظ على صحتها النفسيه وتقاوم الضغوط اللي بتتعرض ليه. وانا اسفه ان انا بضحك لان انا واحده من الامهات دول. لا هو بصي، قبل ما نقول اي حاجه احنا نقول شابو الاول للمراه المصريه بجد، واحييكي طبعا على المقدمه الجميله. غير كده وكده، لا فعلا الموضوع صعب جدا ان هي تقوم بادوار كتير قوي، مش دراسه بس، والدروس والكورسات والتمارين والشغل، ويعني حاجات كتيرة جدا، غير طبعا البيت وغير الزوج والاولاد و طبعا صعبه جدا بصراحه، يعني تقيله. الله يكون في عوننا يا رب. يعني تحيه كبيره للمراه المصريه فعلا ان هي بتقدر تعمل كل ده. ميرسي لذوق حضرتك. عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين بقى نوفر نقدر ان احنا نوزن لها ازاي الموضوع شويه؟ هتقصدي؟ انا عايز اعرف من حضرتك ازاي هي تقدر تحافظ على صحتها النفسيه في وسط كل الضغوطات اللي بتحصل وقت الدراسه. تمام، انا هقول لها تعمل حاجه بسيطه جدا لكل ست مصريه جميله. انت لازم اولا الرجاله هتخش تهاجمنا في الحته دي شويه، بس معلش يا جماعه، لازم يبقى ليكي وقت مخصص بتاعك. اللي هو انت بتعملي فيه اي اكتيفيتي خاصه بيكي انت، اي انشطه خاصه بيكي، بتخرجي تتفسحي، بتشوفي صحابك، بتتكلمي حتى معاهم في التليفون، بتنامي، ما تعمليش اي حاجه غير الراحه اللي هي السلبيه، لان ده اللي هيقويكي في اللي بعد كده في تاني يوم ان انت تقدري تكملي تواصلي نفس المجهود والضغوط اللي عليكي كتير. فلازم رقم واحد نخصص وقت ليها هي بس، اللي هو فور فان مش اكتر من كده، يكون موجود ليها. طب يا دكتور، هو يعني انا بكلم حضرتك كأم وعلى ارض الواقع، انا اصلا ما عنديش وقت ان انا اعمل ده. يعني احنا بنرجع من المدرسه، اي ام بتغدي والولاد بياخدوا الشاور بتاعهم، بعدين بنقعد نحل الواجبات التي لا تنتهي، وبعدين بعد كده بنبتدي نعشي، وبعدين بعد كده بنبتدي ننيم. طب امتى؟ يعني هو الموضوع هيبقى محتاج بس شويه تعب مجهود في الاول، في ان احنا بنعمل شويه تنظيم للوقت شويه. مش هتكلم قوي كتايم مانجمنت عالي، لكن انا هقول تنظيم وقت وبلان بسيطه معموله. احنا عندنا 24 ساعه في اليوم. هتكلم بقى بننام بقى 7 ساعات 8 6، حتى لبعض الاشخاص مثلا ما بيلحقوش يناموا قوي غير شغلها غير 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 كل الكلام ده كله. تحط مواعيد وتخلي لنفسها الساعه واحده، ده انا بطلب بس ساعه واحده او ساعتين بالكثير قوي لو تقدر طبعا، يعني دول اللي هم يبقوا بتوعها هي الشخصيين. نعملها ازاي بقى؟ نعملها وفقا لان انا في الاول خالص معايا جدول المدرسه وجدول الدروس والمواعيد وهكذا الى اخره والتمارين. افضي نفسي النهارده يوم، ويحبذ ان هي تبقى اوقات مختلفه. يعني حضرتك فهماني لما أيوة تبقى النهارده انت مثلا الساعه 5 بتاخدي من 5 ل 6 ده البريك بتاعك، ما فيش حد معاكي وبتعملي اللي انت عايزاه. يوم تاني مثلا يبقى الساعه 7 بالليل، يوم تاني ان شاء الله حتى الساعه 10 الصبح. وتفر كل اسره على حسب توقيتاتها، واذا كانت هي بتشتغل ولا ما بتشتغلش كمان، فده هيفرق كتير. بس نحط ساعه وتبقى متغيره يوميا. هنا هي هتحس بالراحه النفسيه، شويه سلام نفسي كده مع نفسها كده هيبقى كويس جدا بالنسبه لها، وهتقدر تواظب لبكره وبعده. طيب دكتور، احنا اول ما بنرجع من الاجازه الولاد بيكون عندهم المخ معمول له بلوك، ده بجد. الاسبوع الاولاني بتاع الدراسه ده كاننا احنا عمرنا في حياتنا ما درسنا، وعمرنا في حياتنا ما خدنا كلمتين على بعض طول السنين اللي فاتت وكل حاجه. ازاي انا اقدر احبب اولادي في المذاكره والدراسه طبعا، خصوصا في اول ايام الدراسه واللي بيكون فيها الاطفال زي ما بقول لحضرتك لسه راجعين من الاجازه ومش مركزين قوي يعني. تمام، هقول لحضرتك النصيحة دي كمان هنقول للست المصرية وكمان للأب. يعني هنا هندخل الأب معانا في الموضوع ده شوية عشان يبقى نفس النصيحة. هنعمل لهم إيه؟ بلاش نضغط عليهم من أول يوم. بلاش إحنا كمان نضغط معاهم من أول يوم. زي سياسة اللي هي زي لعبة الماراثون الجري. أنت النهاردة لو جريت في الأول خالص كتير جدا كتير جدا وعملت كل مجهودك بتيجي في الاخر بتتعب، فانت بتطلع في الاخر، بتطلع الاخير. لكن لازم تنظم نفسك ولازم تفضل ماشي بنسب معينه، عمال تعلي تعلي، او زي العربيه عشان نبقى كلنا فاهمين المثل ده. زي العربيه ما ينفعش تدوسي من اول دوسه في البنزين، مع اختلاف عربيتنا بسرعه مفهوم،
بالظبط كده، مش هتجيب لك 100 سرعه 100 يعني، طبعا لا مش هتقدر، فلازم تطلعي حته حته. النهارده احنا اول اسبوع لا بناخد اكتيفيتي بسيطه، الهوم ورك بسيط، الدروس مش اقوى حاجه، او المجموعات التقويه او ايا كان مسماها، فنبدا ان احنا نطلع تصاعدي شويه بشويه عشان الاولاد يقدروا يستمروا ونفسهم يبقى طويل، والام كمان ما تتضخش مره واحده في كل ده. انا لسه برضو كانت الدنيا هاديه شويه، فما يبقاش مره واحده عليا. دكتور سامح نصر الدين، بشكر حضرتك جدا على المداخلة. شكرا يا فندم لحضرتك جدا، وبالتوفيق دايما، ودايما مواضيعكم جميلة ومهمة دايما كده للأسرة المصرية. مرسي لذوق حضرتك. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب. تعالوا نروح نشوف مع بعض دلوقتي فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا. وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف من خلالها المشاهير بيعملوا ايه على السوشيال ميديا، اللي الفترة اللي فاتت كانت ترند السوشيال ميديا بسبب اطلالتها في اسبوع الموضة في باريس، واللي قالوا عنها اطلالة شبابية وكمان جريئة. دايما الجمهور بيتفاعل معاها بشكل كبير، وعشان كده لقينا ان اللي بيتابعوها على الانستجرام 9,700,000 وعاملة فولو ل 557 اكاونت. غادة عبد الرازق نشر لحد دلوقتي تقريبا 327 صورة وفيديو. معظم البوستس على أكاونت الإنستجرام كواليس وتحضيرات لمسلسلاتها، ونشرت لحد دلوقتي أكتر من 50 صورة ليها. غادة عبد الرازق دايما متميزة في إطلالاتها، نشرت تقريبا أكتر من 100 صورة ليها بفساتين مختلفة وترندي جدا. غادة عبد الرازق عاشقة للسفر، وكمان بتحب تشارك جمهورها تفاصيل رحلتها. واللي لفت نظرنا في أكاونت غادة عبد الرازق إنها بتعمل فوتو سيشنز كتيرة جدا، ونشرت أكتر من 200 صورة جوه فوتو سيشنز، وطبعا كل سيشن بتكون مميزة ومختلفة عن اللي قبلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب. في أوقات بتعدي على كتير مننا بنكون فيها عايزين نعمل حاجة مفيدة أو ننجح في شيء معين، ولكن بنفضل واقفين مكاننا لأن إحنا مش عارفين نبدأ من فين، أو مفتقدين للدوافع اللي تخلينا نبتكر ونستمر في عمل اللي بنحبه، وطبعاً العمل برضو اللي بنحلم إن إحنا ننجح فيه. مش بس كده، ده كمان في كتير مننا ممكن يكون خلاص يقول إحنا كبرنا وصعب إن إحنا نبدأ من جديد، وده طبعاً اللي خلى ضيفتنا النهاردة إنها تعمل منصة عشان تساعد أي حد عنده حلم وعايز يبدأ ويوصل لهدفه. مش بس كده، دي كمان بتساعد مهنياً ونفسياً لحد ما هو يوصل للهدف اللي عايز يحققه. منورنا النهارده عبير الليسي، مؤسسه منصه ممكن. ازيك يا عبير؟ اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله. انت منوراني النهارده. ثانك يو. وانا مبسوطه ان انت معايا النهارده. شرف ليا. ثانك يو. ميرسي يا عبير. طيب انا اول حاجه طبعا هسالك عليها هو ايه حكايه منصه ممكن؟ بصي، هي منصة ممكن ناس كتير عارفة ان هي قصة حياتي ببساطة. انا واحدة صيدلانية اتخرجت من كلية صيدلة، وزي ناس كتير كنت كل اللي في صيدلة بيبقوا شاطرين قوي، يعني كنت شاطرة قوي في ثانوية عامة وكنت جايبة 103%. طبعا عشان تدخلي صيدلة اصلا. بالظبط. وفي صيدلة حتى كنت جايبة امتياز مع مرتبة الشرف. ان شاء الله. بس اول ما اتخرجت خلاص كنت حاسة ان انا تمام. ما عنديش حاجة تانية المفروض مطلوبة مني. فكنت بيتقال كده اللي هو ديس اورينتد، او ان انا مش عارفة ايه الاتجاه اللي المفروض اخده. اشتغل شوية في صيدلية، وبعد كده كنتش حاسة حتى ان انا كنت بقوم حتى واروح متأخر، وما كنتش يعني مش حاساها. يعني مش عارفة انا تمام، انا كده عملت، انا خلاص اتخرجت يا جماعة وكله تمام. فترة بقى اتجوزت وسافرت وعشت بولادي وهما صغيرين في بلد عربي، وساعتها بقى قعدت سنين، يعني قعدت 4 5 سنين. فوانا قاعدة كنت حاسة ان انا، هو ايه ده، هو انا كنت شاطرة، طب هو انا ليه ما عملتش حاجة؟ ايوه، انا فعلا عندي طاقة بقى، عندي طاقة وشغف غير طبيعي ان ارجع اتعلم. فقلت ايه، انا هبتدي ماجستير وانا قاعده. فبدات ماجستير، بعد كده ولادي كانوا بداوا ينزلوا مدرسه، فاول شغلانه اشتغلتها معاهم كانت كيمستري تيتشر. رحت اشتغلتي في نفس مدرستهم مدرسه؟ اه بالظبط. اوكي. اشتغلت معاهم مدرسه سنتين، وبعد كده لقيت لا، مش هو ده اللي انا يعني، لا طيب انا حابه، كنت يعني بص بقى الماجستير، ماجستير يعني خد له كذا سنه، وبعدين بدات قلت ايه، لا هتعلم حاجه تانية. بدات ان انا اجرب حاجه اسمها الابحاث التسويقيه، فجربتها، دخلتني على الماركتينج او التسويق عموما، قعدت ادرس فيه، اشتغلت شويه فيه في البلد العربيه دي، وبعد كده رجعت مصر. خدت بقى دبلومه متخصصه في الماركتينج من الجامعه الامريكيه، وبعد كده بدات اتعلم كتير قوي اونلاين. اشتغلت بقى بتفصيل في الماركتينج،
لغايه 2018 ربنا اراد اني افتح شركه ديجيتال ماركتنج. كنت انا وزميلتي اللي احنا مؤسسين برضو منصه ممكن. ففتحنا الشركه دي والحمد لله الشركه كبرت واستمرت وفتحناها في اكتر من بلد كمان. وجي بقى عندي في 2022 بقى عندي 41 سنه. فبدات احس ان في ناس كتير بتسالني عبير احنا نفسنا نشتغل، عبير احنا انت بداتي وانت عندك 31. انا بدات بقى فعليا يعني لما بدات المدرسه دي كان عندي 31 سنه، كانت 2012 بالظبط. فانت ينفع تبداوا طبعا، بس حسيت ان واحده واحده عايزه طب هاتي السي في، هي مش عارفه تكتب سي في. طب قعدت احس، كنت طبعا بحضر ايفنتس كتيره جدا وحاجات للي هم بقى الحديث التخرج، لقيت ان في اهتمام كبير جدا بحديث التخرج. الكبار دول هم عايزينه، هم عايزين يعرفوا يعني ايه اكتب سيره ذاتيه، يعني ايه احضر انترفيو، يعني ايه اتكلم، يعني ايه اخد المهارات الاساسيه. هي مجرد ان هي جالها شويه ظروف، بيت، ولاد، زوج، قعدت في البيت شويه وعايز ترجع تشتغل. صح. بس وهي بقت زي ما بيقولوا اوت ديتد او بعيد عن سوق العمل. صح. فهي بس عايزين نصنفر يعني. فقعدت افكر في كذا حاجه لغايه لما ربنا هداني انا ورضوى ان احنا نعمل الحاجه اللي احنا شاطرين فيها اللي هي منصه الكترونيه. المنصه دي تكون هدفها ان الستات تدخل تلاقيها بيئه امنه ليها، بحيث ان هي لو عايزه جلسات ارشاديه تقعد مع كارير كوتش تقول لها هو انت ايه هدفك في الحياه، انت ايه الحاجات اللي شاطره فيها، انت هتعرفي تختاري طريقك ازاي بتلاقيه. طب هي عارفه عايزه تاخد شويه كورسات تاخدها بتكلمها هي، مش الحاجات اللي هي مثلا لسه حديث تخرج بيبقوا واخدين حاجات احدث اكتر او ناس ادفانسد، لا معاها من فروم زيرو تو هيرو زي ما بيقولوا. واند ذن في وظائف مكلمين فيها الشركات الوظائف دي لستات ما عندهمش خبره كبيره او قعدوا عندهم خبره وقعدوا بس بيشتغلوا على نفسهم، ودي كانت اهم حاجه. طبعا يعني المنصه هي للستات فقط. طبعا. وطبعا لكل الاعمار ولا في حاجه كل معاي؟ الاعمار. طيب ايه الصعوبات اللي واجهتك في اول ما ابتديتي المنصه؟ بصي، وفي صعوبات كتيره بس انا الحمد لله وربنا برضو سهل في حاجات كتير، بس انا بصراحه الصعوبات بتكون لو الست مش عايزه تشتغل على نفسها. انا نفسي اساعدك بس انا مش عارفه اساعدك لو انت ما ساعدتيش نفسك. تحسي ان هي بترمي عليكي الحمل لكن هي ما بتسعيش. يعني بصي، خدي السي في، يعني بتقولي خدي السي في دوري لي انا عايزه اشتغل. حبيبتي انت لو انت مكسله تدوسي على الوظايف وتفتحي وتقري وتقدمي اكيد انا مش هعمل لك ده. صح. فببقى انا هو ده اللي هو اكتر حاجه بتزعق ليه يا جماعه، ما انتوا لازم تتعبوا، احنا اهو بنقول اول الطريق، فبتقول لا انا جيت معاكم فهو ده اللي هو انت لازم تساعدي نفسك عشان اساعدك. هي دي بتبقى اكتر حاجه وببقى حاسه ان انا لازم اقولها، يعني عايزه اقولها لهم كده بمنتهى القوه، انت خافي على نفسك، مجرد احنا بنحطك على اول الطريق، والله بقى انت في اوله في نصه في اخره، بس انت بذلي مجهود، انك من غير ما تبذلي مجهود احنا مش هنعرف نبذله لك. صح. طيب في حاله من الحالات بتاعه الستات اللي انت حاولتي ان انت تلاقي لهم شغل اثرت فيكي انت شخصيا؟ بصي انا كل مره واحده مجرد بتشتغل ان شاء الله خدت معانا كورس وبتشتغل بعدها مثلا بسنه بتقابلني صدفه او بتبعت لي رساله، الموضوع ده بيمسني انا بشكل شخصي، لان انا بحس ان انا عندي شركه تانية وما فتحتش ممكن علشان عايزه اعمل ممكن، لكن او اعمل منصه او اعمل شغل البيزنس، انا فتحتها لاني لما جات لي الفكره انا فعلا حرفيا حسيت this is my purpose اللي هو هذا سببي اللي ربنا خلقني عشانه. اكتر مكالمه فاكراها كانت واحده اتعينت في شركه من شركات التليكوم الكبيره في مصر وقالت لي انا كنت فاكراكي نصابه، يعني انا قلت انت ايه، يعني ما خدتش منهم فلوس، يعني التقديم مجانا، الكورسات هي اللي بفلوس طبعا لكن التقديم على الوظائف مجانا. قالت لي انا كنت فاكراكي نصابه، قلت اقدم وخلاص، لقيتهم بيكلموني انا ما صدقتش. وهي دي كانت وسط 400 واحدة اختاروا منهم ستة وانا اللي كنت عملت حتى الفلتريشن او دخلت في البروسيس. وبتختاري الفلتريشن ده او بتعمليه بناء على السي في قد ايه قوي؟ لا، بناء على الطلبات، يعني كانت ساعتها مطلوب خريجة كلية معينة اشتغلت فترة معينة وقعدت فترة معينة، كانت ليه في شوية مواصفات فلازم تبقي بداية، يعني كانت خريجة مثلا حاسبات ومعلومات ومش عارفة وعندها خبره مثلا سنتين وقعدت في البيت لغايه 5 سنين، عندهم استعداد ياخدوا حد قعد في البيت لغايه 5 سنين وسنها لغايه كان 40 سنه تقريبا. ف
حسب المواصفات اللي كل شركه بتحددها. يعني في ناس تقولي انا عندي 50 وما لقيتش، معلش ما ممكن ما تلاقيش دلوقتي بس ممكن تلاقي قدام شويه. بس المهم ما تبطليش تقدمي ولا تشتغلي على نفسك الاثنين. طيب كملي لي. فبس انا بتقولي انا حسيت ان انت يعني قلت ان انت نصابه، قلت ان انت مش ممكن، هو في حد هيعمل كده وليه وازاي ومين هيقتنع بده؟ بس لما صدقت قالت لي وانا هبقى معاكي قولي لي اكلمك في اي وقت، فحتى وانا احكي قصتي يعني كانت قصتها فيري تاتشنج. انا فاكره المكالمه وفاكره كنت قاعده فين وفاكره خدت المكالمه ازاي وفاكره كانوا ولادي حواليا. لا كل واحده بترجع تلاقي طريقها. بقول اللهم لك الحمد ان ربنا خلاني سبب، يمكن ده اللي يبقى فعلا سببنا في الدنيا يعني هدية. سبب وجود هدية بيبعتهم لك هدايا. هدية بالظبط، هو ده السبب اللي احنا موجودة، ممكن هو ده اللي انا موجودة عشانه، اللي هو انت تعرفي انك تبقي مبسوطة بدل ما تبقي تايهة، ترجعي تاني تلاقي حياتك. انا مين اللي ببقى نفسي ان الست، احنا دلوقتي في حياة صعبة قوي طبعا اقتصاديا، صعبة في مصر وفي بره مصر، في دول كتيرة عربية من الدول الغنية العربية ما ينفعش في البيت واحد بس اللي يشتغل. فاحنا في نفس القصه، الحمل على الراجل بقى كتير، فاحنا ستات بقت نفسها تساعد حتى تشيل جزء، تشيل شويه مصاريف ليها لنفسها بالظبط، لنفسها يعني حتى شويه، لان فعلا الدنيا بقت صعبه. بالاضافه ان يعني ده اكتر هدف بصراحه. هدف تاني ان التطور التكنولوجي بقى رهيب جدا، فالولاد بقوا عارفين حاجات كتيره قوي، فانت علشان تواكبي ولادك وتبقي قادره ان ولادك تبقي معاهم وفهماهم وفهمة لغتهم، لازم انت تبقي بتشتغلي على نفسك وتبقي صح. بتخرجي وطالعه. يعني مش لازم على حسب كل واحده عشان برضو ما بقاش بجبر الناس. أيوة بس قصدي لو هي يبقى ليها مجال، لو حبت يبقى ليها مجال ان صح. هي تقدر تنزل. طب عبير من وسط الستات اللي تواصلوا معاكي ممكن تقولي لي كان اكبر سن كام واصغر حد كام؟ ولا لا طبعا اكبر سن لا لا انا بصي لا طبعا فاكره انا في واحده حضرت الايفنت عندها 16 سنه صغيرة جدا طبعا وفي ناس بس دي لسه بتدرس لسه بتدرس وحاضره حابه حابه ان هي تبتدي بطريقها من بدري وحاسه ان دي مكان امن ستات كده وناس يعني عائلة. لسه بسمع فويس نوت قبل ما ادخل حالا ليكي واحده يعني بعتالي بتقول لي انا انت فعلا فعلا كل الكلام اللي بيتقال في الايفنت اللي عملناه للسيدات كل الكلام اللي هو يلا بقى انا عايزه اقوم اشتغل حالا، شوفوا لي بقى حاجه انا هقوم دلوقتي. اتس نيفر تو ليت 45 50 شفت في الايفنت ناس فوق ال 50 في ناس اعرفهم كانوا اكبر حد جالي كانت فوق ال 70 لسه ما توفقش ان يبقى في حاجه ليها شغل بس في ناس فوق ال 70 وعايزه تشتغل. كانت 72 سنه. طيب لو حد دلوقتي بيتفرج علينا وعايز يتواصل معاكم يتواصل ازاي؟ تواصل على طول على المنصة او على السوشيال ميديا اسمها ممكن فور هير، ده المنصة اسمها كده ممكن www.mumkinforhair.com تقديم مجانا تماما، او تدخل على اي المنصة اسمها ممكن بالعربي بالانجلش ممكن على كل بقى البلاتفورم، واحنا سو اكتف وعندنا الحمد لله ناس كتيرة بترد لان ده يمكن المسار الاساسي بترد على طول وهيعرفوا يتواصلوا تماما ونقدر. واول ما حد بيبعت لنا بنكلمهم في التليفون بيتحول على الكاستمر سيرفيس على طول، انت عايزه ايه واحد ثلاثه ونبتدي نتفاهم معاهم. طيب ازاي بتاهليهم مهنيا ونفسيا؟ بصي احنا عملنا ريسيرش كتير او ابحاث كتير لان انا الباك جراوند بتاعتي كانت ابحاث تسويقيه، فلما عملنا ده لقينا ان الست لما بتبقى بعيده عن سوق العمل بيبقى عندها حته مشكله في الثقه بالنفس شويه، السيلف استيم شويه والسيلف كونفيدنس، فاللي هي ايه لو راحت انترفيو وهي كشه كده ياما يعني اعرف ناس تقولي هو بس فكره ان انا مش مصدقه اني هروح انترفيو فانا خايفه مش عارفه اقعد ازاي ومش عارفه احط شنطتي فين ومش عارفه هبقى قاعده ازاي، فانا حاسه ان انا هضيع الفرصه مني. فدي بنشتغل عليها بالرغم ان في منهم برضو يا عبير اول ما بيبتدوا الشغل بتلاقيهم بيشتغلوا بطريقه يعني فظيعه والله هايلين، بس هي فكره الانترفيو فكره الرجوع للشغل، فكره ان انا هيبقى في حياتي عامل جديد ما كانش موجود. دول على طول بنقول لهم خدي جلسه مع كارير كوتش هتشرح لك انت ايه اللي ناقصك تعرفك. كل واحده بقى طبعا ليها حاجتها، في واحده ليها تقول لك انت بس هتعدي الانترفيو ازاي، في مرحله لا والله ده انت محتاجه تشتغلي على نفسك واحد اثنين ثلاثه تبقى عندك ثقه بالنفس اكتر، تشتغلي على نفسك في حاجات معينه.
فالجزء النفسي بنسميه السايكولوجيكال بارت عندنا موجود تقريبا في كل التريننج، لان احنا التريننج عندنا مختلفه شويه، احنا بروجرامز على بعض بتشتغل اول على الحته النفسيه وبعد كده بتشتغل على حته التواصل وبعدين بتشتغل على الحته التكنيكال. انت بقى تشتغلي ايه؟ عايزه تشتغلي مدرسه، عايزه تشتغلي سكرتيره، عايزه تشتغلي كول سنتر، عايزه تشتغلي في الماركتنج، عايزه تشتغلي في البيع. بناخد المراحل الاولانيه اللي هو انا جاهزه للذكاء العاطفي، انا جاهزه بان انا اتكلم البابليك سبيكينج اللي هو الكلام قدام الناس، انا جاهزه بالتعبير، طب انا اكتب ايميل ازاي، طب انا اتعامل ازاي مع الكمبيوتر. وبنطلع معاها لغايه لما بنوصل للتكنيكال بارت، ممكن ناخد مثلا من 10 ل 15 كورس في كل واحده فيهم. طيب عبير، انا بالنسبه لي شخصيا يعني انه كلمه being consistency او ان انت في استمراريه في حاجه معينه انت بتعملها بتودي دايما لنجاح. بمعنى انه مثلا ممكن حد يجي ياخد مني مثلا نصيحه، حد من صحابي ويجي يقول لي انا زهقت، انا كل يوم بروح الشغل وما بترقاش انا، فدايما برد عليهم واقول لها ايه، اعملي نفس الحاجه اللي انت بتعمليها كل يوم باحسن طريقه واكيد هتيجي فرصه. ازاي نحافظ على الاستمراريه؟ والله انا ابني النهارده الصبح كان بيقول لي كده، ابني انا عندي ابني في جريد 10 ربنا يخليهولك، وابني تاني في جريد 9، فابني بيتمرن فبيقول لي هو انا يا ماما يعني انا هفضل كل يوم كده، انا لسه بدي مدرسه بقى، لسه هفضل كل يوم كده ابقى كويس واروح المدرسه واروح التمرين؟ انا احيانا بحس ان انا مش عارف يعني اعمل ايه، نفس السؤال كده اللي هو يعني انا بعمل ده كل يوم. قلت له انت مش عليك في دنيتك غير انك تعمل حاجه اسمها سيلف موتيفيشن، شجع نفسك بنفسك. انا مش، انت مش محتاج انك انا اشجعك، شجع نفسك. انا النهارده كان مطلوب مني اني اروح المدرسه فانا رحت المدرسه وعملت كل حاجه كويسه جدا، وبعد كده كان مطلوب مني اروح النادي فرحت النادي وحضرت الماتش او حضرت التمرين كويس جدا. فكره بقى امتى هيجي ان انا اظهر او ابان او دي، انا في اقصى مخيلاتي يا ريهام لا اتخيل اني ابقى من الناس اللي الناس بتستضيفني في التلفزيون بامانه حقيقي جدا، ولا اتخيل ان انا لما اجي اعمل ايفنت علشان ناس ملتقى توظيفي تحضر فيه اول 1000 واحده. لا، في اقصى مخيلاتي ان 1000 واحده تصدق الفكره، انا لا يمكن كنت اتخيل. يعني احنا اللي عديناهم يعني حرفيا كانوا almost 1000 ما شاء الله في التسجيل، فاللي هو 1000 في اول مره نقول يلا، لا طبعا هو ده عدد طبعا، ده بالنسبه لي عدد اللي هو انا مش متخيله ان انا ايه حد عارفني غير انا واختي وجارتي. أيوة وصاحبتي، عارفه الاحساس ده كويس، اللي هو مفيش حد، لا في ناس عارفه وعندها امل وعايز تيجي وبتكتب. الناس دي جايه لمين يا جماعه؟ او الناس دي بجد مصدقه؟ الناس دي بجد طيب هو انت محتاج ايه؟ ان انت تصحى كل يوم فعلا زي ما انت بتقولي كلمه عظيمه جدا، وعلى فكره الكونسستنسي هي كلمه كل الناس الناجحين والمليارديرات واشهر ناس في العالم بيقول لك هو الاستمراريه على نفس الشيء، انت تصحى بتعمل نفس الحاجه اللي انت بتعملها بكل كفاءه بكل طاقه وعندك ثقه ويقين بانك بتعمل السعي اللي مطلوب منك ما تاثرش فيه. صح، ثقتك في الله بقى ان ربنا بقى بيعوض وبيكرم وبيرزق بقد فضله وكرمه مش قد تعبنا خالص. فهو بتتعبي بعد كده بتلاقي وبتخبطي على 100 باب كلهم مقفولين، واللي يقول لك انت لا يمكن، الباب ال 101 بيعوض ال 100 باب و200 و300 باب انت ما خبطتيهوش بجد. صح، وانا ما انكرش ان انا كنت بحكي يا بنتي انت هتنزلي، يعني بقعد اقول لاصحابي مثلا انا عايزه اعمل حاجه زي كده، والله يقولوا لي يعني انت عايزه تنزلي الستات من على الكنبه تنزل تشتغل؟ دول قاعدين على الكنبه يعني هم مبسوطين وبيقعدوا، قلت والله اللي مبسوطه تقعد مبسوطه بس في ناس مش مبسوطه. اي عبير هم مش هينزلوا. قلت لها لا ان شاء الله، لا يعني طب نجرب. فاللي هو فعلا بتسمعي كلام احباط مالكيش دعوه، انت كملي دايما. بيقول لك كمان انت ما تشاركيش افكارك في الاول. مهمه بصراحه لان ممكن تحبطك. مهمه جدا، مهمه ما تشاركيش افكارك مع اللي مش مؤمن بيكي، تسكتي خالص بقى لو بالزبط. هو اللي قدامك ده قال لك لا طب تمام انت تمام انا هروح تمام، لان انت فعلا ده بيحبط وده بيكسر، ممكن ما يخليكيش اساسا تبتدي خالص بالظبط خالص. وياما في ناس اعرفهم شفتهم والله ده انا بقالي سنه
من سنه بتفكر في فكره وبعدها بسنه بتفكر في نفس الفكره. طب انت عملتي ايه في السنه؟ طب ما كنت جربتي، ما هو انت كده كده ما عملتيش، مش كان زمانك يمكن عمل يا ستي حتى لو فشلتي كان زمانك اتعلمتي حاجه. صح. يعني ما هو عمر ما حد بينجح غير لما بيفشل كتير كتير كتير. مظبوط. كتير كتير. طب عبير نصيحتك ايه للامهات اللي دايما عندها احساس اللي هو انا حاسه ان انا مقصره وانا حاسه ان انا فاشله وانا حاسه ان انا كان ممكن ادي واعمل اكتر من كده بكتير، بالرغم من ده بجد يعني انا بشوف المثال ده قدامي من ناس انا اعرفها هي بجد بتبقى عامله كل حاجه هي تقدر عليها ولسه لحد اللحظه دي وهي داخله تنام حاسه بتانيب الضمير ان هي مش كافي اللي انا عملته، انا حاسه ان انا فشلت، انا كان ممكن ادي اكتر، انا ايه النصيحه اللي تقولها لها؟ ينفع اتكلم بمنتهى الصراحه؟ ارجوكي. انا من هذه الامهات اللي بنام وحاسه ان انا مش قادره اقول لك لازم ما تجلديش الذات. لا بس بصحصح نفسي. بصي الحمد لله يعني ممكن بصي بصحصح نفسي لو قدرت، لو عرفت ان نفسي تديني، ما عرفتش ممكن اتكلم مع حد بجد، ممكن اتكلم مع كارير كوتش معايا لغايه دلوقتي وبلجأ لهم اللي هو طب انا حاسه اني مقصره مع كذا، فاتكلم معايا. طب اتكلمي مع اولادك مثلا شوفي انت مقصره معاهم ولا لا، بتبتدي هي تحطيني برضو على الطريق. بصي احنا الامهات يعني لازم نبقى مقتنعين ان بحاجتين، ان لو انت اقتنعتي او اخترتي انك تكوني ام في فتره من حياتك او طول حياتك ام فقط، فهذه اعظم وظيفه ممكن حد يشتغلها. مظبوط. لو انت مش عايزه تعملي حاجه ثانيه، كونك ام وزوجه واخت وابنه دي اعظم وظيفه، واحنا مش بنقول حاجه ثانيه، بالعكس احنا هدف المنصه انك لو وقت ما تكوني ام تكوني ام صح. وقت وانا ده اللي مخلانيش انزل اسيب ولادي في البيت في بلد غريبه كانش في حد فيها، عشان انا مش عارفه انزل وهم صغيرين حتى لو انا نفسي اشتغل، لكن انا مش عارفه. فدي ام ما توجعيش قلبك فيها. طيب انا زميلتي رضوى اللي هي شريكتي اشتغلت طول الوقت وكانت في اوقات بتشتغل بالبيت وبناء وعيالها كانوا بيبقوا صغيرين، ايه اللي حصل؟ هي جت على نفسها قوي وتعبت قوي، فلما قلت لها الفكره قالت لي اه احنا عايزين ننمي فكره كوني ام، كوني زي ما انت عايزه، كل مرحله عمريه وليها حاجه. كوني زوجه، افرضي مثلا في ناس زوجها سافر ومطالب ان هو يبقى موجود، تبقى موجوده معاه وما لقيتش شغل، خلاص بعد كده لما الظروف تتغير يعني مش لازم انا كاريري وحياتي من اول، لا يعني لازم نبقى مرنين والشركات تبقى فاهمه ده، والشركات فعلا فاهمه ده، اللي هو لو حبيتي ترجعي تاني هنعاملك اكنك حديثه التخرج، تبقي انت فاهمه انك مش هتاخدي مرتب كبير، وابقى انا فاهم ان انا مش عايز منك حاجه كبيره، والدنيا تبقى سهله. فلازم الستات تبقى فاهمه انا اخترت ايه، انا اخترت اكون ده، طب وماله، طب انا اخترت بقى بعد كده لما نزلت اشتغل لازم ابقى فاهمه ان انا في حاجات هاثر فيها، ان ولادي هيبقوا هيشيلوا معايا، هيشيلوا مسؤوليه نفسهم. وانا باجي اقول ان في سنين كتير ولادي هما اللي شالوني اكتر ووقفوا معايا، وهم لو كانوا حاسين ان ماما انت مقصره معانا وانت كنت خلاص ما عملتش حاجه، لكن هم لا يا ماما احنا فخورين، لا يا ماما احنا مبسوطين، لا يا ماما احنا كنا فاكرين بتدلعي بس لما بنشوفك بتشتغلي احنا. فالزوج والاهل والولاد وزوجك كمان لما بيكون بيشجعك والناس اللي حواليكي، بصراحه بيبقى مهم جدا انك تلاقي باك بون في بيتك. يعني جالي ظهر وسند جدا. انا جالي مره مكالمه برده على التلفزيون، واحدة بتكلم تقول لي كل ما اقول لجوزي اقعد اشتغل يقول لي لا ما تنزليش. قلت له طب ما تسمعي كلامه. يعني انت لو هتحاكمي لو هتقولي له لازم اشتغل يبقى انت كده بتعملي مشكلة. حاولي يعني اسمعي كلامه وشوفي بدايل وشوفي حاجة تعمليها في البيت. اقعدي يعني انا مش لازم افرض اللي هو انا هشتغل يعني هشتغل لازم انزل يعني لازم انزل ودلوقتي حالا ولازم اعمل ولازم ولازم. هي الحياة مش كده. خلينا مرنين ويعني فلكسبل في كل مرحله حياتيه، لان في مرحله انا محتاجه اكون ام. صح. وفي مرحله محتاجه اكون زوجه، وفي مرحله محتاجه اكون مركزه مع اولادي لو عندهم حاجه معايا، وفي مرحله اركز معاهم عن طريق ان انا اتعلم بقى واشتغل واساهم في تعليمهم لو عايزه اعلمهم حاجه احسن او اديهم حاجه أو معينه عايزة معيشة أحسن او عايزه معيشه احسن او عايزه شكل احسن او عايزه اتنقل في مكان احسن. فهي كل حاجه لازم هتدفعي ثمنها، ما انت مش هتنزلي من البيت ويبقى عندك نفس الوقت مع الولاد. صح. ده مش هيحصل. عبير انت نورتيني جدا النهارده، وانا شخصيا انبسطت جدا معاكي. وانا كمان. وحسيت كده ان انا اعرفك من قبل. يعني حسيت ان انت صاحبتي. ثانك يو، شرف ليا والله. ميرسي عبير قوي على وجودك معايا النهارده. ميرسي، شكرا ليك. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء في نفس الميعاد. باي باي.